التصور العام هو نوع من الاستمارة عن طريق الشبكات التواصل التي لا أتقنها تماما، المقترحات والتصورات المتصلة بالدستور والمتصلة بالنظام الانتخابي، كأنه نوع من الاستفتاء. كيف يمكن أن نتحاور مع هؤلاء الذين أخذوا الرشاوة وأعطوا الأموال واستولوا على مؤسسات الدولة وثم يقولون حوار وطني؟ اللي يحب يعمل حوار وحده من غير اتحاد الشغل ومن غير مجتمع مدني ومن غير أحزاب سياسية يمشي يعمل حوار على رأيه. أما أنا ما ليش مش نمشي نخدم لجان شعبية هون نقول وما نقبلوهاش في الاتحاد العام التونسي للشغل.